عبايه عيد الام دي ب 75 جنيه، امهات كل ده يبقى ب 75 جنيه، مقاسات خاصه 75 جنيه، الامهات دي هتبقى ب 80 جنيه برضو، امهاتي وعامله 75 جنيه زي كده هتبقى ب 115 امهات، العبايه القمر دي بيج سايز ب 110، ده امهاتي كل ده هيبقى ب 110 بقى ب 100 جنيه، كل ده ب 100 جنيه، كل الرياضي ده ب 100 جنيه، لحد ل 7 اكس وعامله 100 جنيه يا جماعه، ل 7 اكس تسلم ايدك دي هتبقى ب 100 جنيه، لحد 5 اكس وعامله 110 بس، دي كلها هتاخدوها ب 100 جنيه، دي هتبقى ب 100 جنيه، هتبقى ب 110 يا جماعه، لحد 4 اكس ب 110، العبايه دي هتبقى ب 100 جنيه قطعتين، عامله كام دي؟ 150 جنيه، الملحفه دي ب 150 جنيه؟ بجد يا محمود؟ شيفون طبقتين وعامله 150 جنيه، قطعتين وعامله 150 جنيه، دي هتبقى ب 100 جنيه، الجمال ده هيبقى ب 150 جنيه، عبايه سوارهات دي تحفه 150، السي كلها وعامله 150 جنيه، الكلوش ده كله ب 150 جنيه، 175 جنيه، قطعتين يا جماعه ب 175، 170 لحد 5 اكس صيفي بقى، كل سنه وانت طيبه وانت طيب، 85 لحد 4 اكس يا جماعه، تصبر وتصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند محمود الطبيب والاسعار بادئه معانا من اول 75 جنيه. النهارده معانا تشكيله عبايات حلوه جدا تنفع كمان هدايا العيد الام، مقاساتنا لحد 10 اكس، يعني اي مقاس ما هتلاقوه موجود ان شاء الله معانا في الفيديو ده. معانا النهارده هتشوفوا عبايات سعودي وعبايات خليجي، معانا الملاحف، معانا النص ملحفه، معانا شغل عالي، شغل الترندات والسوارهات هتلاقوه موجود هناك، ومعانا كمان عبايه ترند قوي هتلاقوها موجوده في اخر الفيديو، تابعوا الفيديو النهاية، كل عروض واسعار مش هتلاقوها في اي مكان تاني، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو، هسيب لكم لينك التليجرام ولينك قناه اليوتيوب والتيك توك بتاع محمود كمان في اول تعليق مسبب. بس قبل ما ابدا بالله عليكم ما تنسونيش في لايك جميل ونبدا الجوله على بركه الله. ازيكم احنا متابعين يوم جديد وجوله جديده، احنا النهارده فين؟ عند مكتب الاخلاص. ازيك يا محمود؟ ازيك يا باشا؟ منين؟ فاضي او مشغول ايه؟ صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وانت طيب وخير وسلام. بردك مسمعي عيد الام، بردك عيد الام هنعمل عروض حلو، حضرت لكم عروض بردك جميله وهناكل فيها عيش كلنا باذن تمام. الله تمام، والف سلام عليك. الله يسلمك يا باشا، الف سلام. الله يسلمك يا باشا، مش متعودين هم منك على الصوت الواطي. هنبدا بايه معانا؟ بص يا باشا، عرض النهارده يبدا من اول 75 جنيه، من اول 75 جنيه. بص يا باشا، بصوا عبايه عيد الام دي ب 75 جنيه، امهاتي حلو قوي كده، ده موديل وده موديل، بصوا كل ده يبقى ب 75 جنيه، مقاسات خاصه 75 جنيه، تمام 80 جنيه، الالوان الامهاتي دي هتبقى ب 80 جنيه يا بلاش، والله العظيم حلو قوي تحفه، بصوا الجمال ده كله هيبقى ب 80 جنيه يا جماعه، كل الوانها متاحه تمام. بص يا ست الكل 75 جنيه، بصوا القمر دي برضو امهاتي وعامله 75 جنيه، مقاسات خاصه يا جماعه 75، بصوا تطريز وشغل عالي، كل ده عبايات عيد ام ببلاش النهارده، اربع عبايات ب 300 جنيه، الاربع عبايات ب 300 تمام، حاجه زي كده ب 115 تمام، حاجه زي كده هتبقى ب 115 امهاتي تمام، تسلم ايدك. معانا برضو كل ده عبايات مقاسات خاصه عامله كام؟ 110، 110، بصوا العبايه القمر دي بيج سايز ب 110 جميع الوان تمام، التطريز اللي بيختلف معانا تمام، كل الوان التطريز حاجه زي كده ب 110، بصوا عبايه زي كده امهاتي كل ده هيبقى ب 110، كل ده كريب يا محمود، كريب لا وكريب تقيل والله حلو قوي، ما نجيبش اي حد على تحفه تمام، تسلم ايدك تمام. وشفتيها تسالوني يا مكه انت اللي بتسال الخامات؟ لا الخامات حلوه جدا والله، الشغله ب 210، ده اللي هو ب 210 الرياض يا جماعه، كل ده كريبات، عامل لكم مفاجاه بقى ب 100 جنيه، ده بقى ب 100 جنيه، ب 100 جنيه ده تمام، كل ده ب 100 جنيه، كل الرياضي ده ب 100 جنيه، لحد كام اكس يا محمود؟ 100 جنيه، 7 اكس، لحد 7 اكس، بصوا ل 7 اكس وعامله 100 جنيه يا جماعه، ل 7 اكس تمام، حلو قوي، جديده قوي اللي فيها تايجر دي، اه يا باشا حاجه زي كده، بصوا كده ترجع لنا ورا الاضاءه شويه يا محمود، بصوا الجمال ده، تسلم ايدك، دي هتبقى ب 100 جنيه ان شاء الله، لحد كام اكس يا محمود؟ لغايه 4 اكس، حلو قوي، ده داخل فيها اللي هي الخامه الرياضي، رياضي هي رياضي، حلو قوي، السكوبا داخله فيها دي ب 100 جنيه، دي المفاجاه بقى بتاعتنا ب 180 جنيه تمام، اللي هي الادوار ب 180 جنيه تمام، نعمل عليها عرض النهارده ب 100 جنيه، دي هتبقى ب 100 جنيه بدل 180، بصوا الجمال ده كله هيبقى ب 100 جنيه بدل 180، عايز اقول لكم ده بالكليش، والشياكه دي هتبقى ب 100 جنيه يا جماعه تمام، تسلم ايدك. حاجه زي كده، بصوا حاجه معانا زي كده تمام، كل ده بكام يا محمود؟ ب 110، ب 110 اللي كام اكس يا محمود؟ دي 5، بصوا لحد 5 اكس وعامله 110 بس، يا بلاش النهارده الاسعار النهارده ببلاش، حاجه زي كده 250 جنيه، بصوا الخامه دي حلوه قوي، ده جاكار بكام يا باشا؟ بكام دي؟ بكام؟ ب 250 جنيه، طب والمتابعين؟ النهارده ب 150 جنيه، دي هتبقى ب 150 جنيه بدل 250 ان شاء الله، كل ده كريبات يا حبايبي، بس كل هنعمل عرض على الملحفه دي
بص يا فاهم على المتحف حضرتك ان الكميات محدوده. طب ما اجي لك انا اليمه الثانيه في الوسع يا محمود نشوف. بص معانا كده الاضاءه ظبطت اكتر. كميات محدوده، كميه محدوده، كميات محدوده. دي ملحفه مقلمه بكم؟ الملحفه دي عامله لا تفرد قصادي كده يا محمود أه. الملحفه ب 100 جنيه. بصوا الملحفه دي كلها تاخدوها ب 100 جنيه. جنيه من عند محمود الطبيب ب 100 جنيه. بص يا باشا حاجه زي كده ب 100. العبايه دي برضه هتبقى ب 100 جنيه. الكميات محدوده عشان ليه جسم تمام الشغل ما يخلصش ومفيش مصدر. الحاجات اللي هي فيها كميات محدوده بنقول لكم، انما الامهات دي فيها منها كميات. حاجه بمية. زي كده بكام؟ ب 100 جنيه. ده شيفون ولا ايه يا محمود؟ انت بتجري بسرعه يا محمود. بصوا ده كلها بلسيه يا جماعه، وده كله هيبقى ب 100 جنيه. تمام حلوه قوي دي. دي 5 اكس وعامله 100 جنيه. أيه. تسلم ايدك. الوان منها ولا مكسره الوان؟ يا باشا يعني في منها المستردة واللبني. تمام. مش كده يعني حاجه زي كده. مكسره الوان. أيه. حاجه زي كده بكام؟ ب 110. دي هتبقى ب 110 يا جماعه. المقاسات معانا لحد كام؟ لغايه 4 اكس. لحد 4 اكس ب 110. ب 110. كل ده ب 110 لحد 4 اكس، ده موديلات مختلفه. كل شغل كتير يا باشا وشغل مختلف. بصوا الجمال ده برضه. كده ب 100. دي هتبقى ب 100 جنيه. العبايه دي هتبقى ب 100 جنيه قطعتين. ب 100 جنيه. بجد حلوه قوي. ده جاكارتي ولا ايه؟ ب 50 جنيه. 50 جنيه حلوه قوي دي. تمام. نخش بقى على الشغل. شغل بصوا الخليجي كده. الخليجي بقى الكم اللي هو السعودي يا جماعه. دي كانت ب 250 جنيه. ودلوقتي كسر بقت ب 150. دي هتبقى ب 150 جنيه بدل 250. تمام. حاجه زي كده يا ست الكل. دي ملحفه بس عايز اقول لك دي ترند قوي يا محمود. يعني دي الملحفه الترند حلوه قوي. بص الكم معانا تحفه عامله كام؟ طب ناخد عليها سكرينات اهو شوفوا كده. بصوا الجمال بتاعها الوانها عامله كام دي؟ 150 جنيه. الملحفه دي ب 150 جنيه بجد يا محمود؟ محدوده. ده حرير يا جماعه ب 150 جنيه. الملحفه الحرير ب 150 جنيه. فستان عرايس فستان زي كده. بصوا كلوش يا جماعه كلوش كان ب 250 ودلوقتي واحنا فارجينه كده ادينا وشه ناخد عليه سكرينات. بصوا الجمال ده هيبقى ب 150 جنيه. ده ستان ستان 150 150. لا وستان تقيل والله ده حلو قوي يا محمود. ب 150. انت النهارده مدمر لنا الاسعار يا محمود. بصوا معانا السوريات ب 150 جنيه. 150 جنيه فستان سوري يا جماعه. 150 جنيه فستان. 150 حاجه زي كده. شيفون شيفون طبقتين ها؟ ب 150 جنيه. شيفون طبقتين وعامله 150 جنيه واخده كلوش من تحت. انا عايز اقول لهم الوسط استك لا يفتكروها ضيقه. لا ايه الجمال ده؟ الوسط على حسب الجسم. تمام تمام. وده هتبقى ب 150 جنيه. 150 جنيه يا باشا. تمام. بص يا باشا كام دي يا محمود؟ ب 150 جنيه يعني اديني وشها 75 جنيه. بصوا دي قطعتين وعامله 150 جنيه. المقاسات معانا لحد 4 اكس. لحد 4 اكس تمام. بس الكميات محدوده. كميات محدوده من العرض اللي احنا عاملينه ده. 100. العبايه دي هتبقى ب 100 جنيه. حرير دي يا محمود. حرير امسك الخامه يا باشا. بصوا ده حرير مطرز حلوه تحفه. ب 100 جنيه. دي هتبقى ب 100 جنيه. ان شاء الله. تمام. 150. بصوا القمر دي ده درس ده يا محمود ده والله. 150. بصوا الجمال ده هيبقى ب 150 جنيه. شيفون ونازله على كلوش كمان 150. لا ايه الجمال ده؟ استنى لنا بقى الشياكه دي يا محمود. لا وكم وكم وشغل عالي قوي. 150 بصوا جنيه. لا بجد اه والله اديني وشها كده يا محمود. بصوا الجمال ده هيبقى ب 150 جنيه. عبايه سوارهات يا جماعه ب 150 جنيه. 150. بصوا الجمال ده برضه هيبقى ب 150 جنيه. كل الحاجات دي يا جماعه يا كريب يا حرير يا شيفون مبطن كل ده هيبقى ب 150 جنيه. عباية ب 150 جنيه مش بثمن عباية بيتي. بصوا ب 150 جنيه. دي 5 اكس ب 150. تمام تمام. قول يا باشا 150 جنيه. الترند بقى انا عايز اقول لكم دي شدات وشيكه وب 150 جنيه بس. دي تحفه. 150 150 بليسيه كلها وعامله 150 جنيه. محمود النهارده بيضحي يا محمود. بص كده يا باشا. بص ده برضو الكلوش ده كله ب 150 جنيه. كانت ب 350 جنيه يا باشا. كانت ب 350 عليها خصم 200 جنيه. حلو قوي 150 جنيه. تمام. الحاجات دي الوان مكسره ومقاسات مكسره يا محمود اللي هي العرض اللي احنا شغالين فيه. مقاسات مظبوطه يعني فيه وفيه. طيب تمام. لو في حاجه لا لو في حاجه فيها مكسر قول لنا. بص حاجه زي كده برضو لحد 4 اكس. ب 250 بقت ب 150. 150 جنيه لحد 4 اكس. 70 جنيه كمان الشماعه. تمام. بصوا مكتوب عليها 270. دلوقتي هتبقى ب 150 جنيه. تسلم ايدك. كل ده لحد 4 اكس يا جماعه. حاجه زي كده فلاح ادوار. فلاح ادوار ب 100 جنيه. دي هتبقى ب 100 جنيه. العبايه ب 100 جنيه. حلو قوي. كريب ادوار ب 100 جنيه. مقاسات ولا مقاس واحد؟ لا وان سايز. وان سايز. بقى على الشغل بقى لامهاتي. الامهاتي عشان عيد الام كل سنه وانتم بالف خير وصحه وسعاده يا رب.
بصوا حاجه زي كده، ايه الجمال ده؟ ده شغل جوبير بالطول زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشياكه دي عامله كريب زي الكبده بتتباع في اي محل ب 250 جنيه، عندنا ب 135 جنيه. العبايه دي كريب في جوبير ب 135 جنيه امهاتي، لحد كام اكس ولا هي وان سايز كبيره؟ لحد 5 كله لحد 5 اكس. ب 135. بصوا ب 135 جنيه لحد 5 اكس امهاتي يا جماعه. ده شغل عالي قوي يا محمود. بصوا الجمال ده ب 135 جنيه لحد 5 اكس. تمام يا بلاش والله. انا هوريك ورقه المقاسات الخاصه. المقاسات الخاصه بتاعتنا 8 و10 اكس. لحد 10 اكس. اه ب 175 جنيه. بجد؟ في 10 اكس كمان يا محمود؟ بصوا دي ب 175 جنيه لحد 10 اكس يا جماعه، يعني ال 200 كيلو هيلبس عبايه معانا سمره لحد 200 كيلو. ونادر المقاسات دي عند اي مكتب جمله. تمام. ربنا نادر المقاسات دي. حلو قوي، دي لحد 10 اكس يا جماعه. جميع رسوماتها موجوده عشان ما تقولش كل رسوماتها موجوده. ايوه رسوماتها موجوده والكميه محدوده يا باشا. تمام. بص يا باشا معانا حاجه زي كده قطعتين برضو البيزك بالبلورو بتاعه. عامل كام؟ اتكسر النص بقى ب 175 جنيه. يعني دي هتبقى ب 175 جنيه قطعتين يا جماعه ب 175. تمام وانت طيب فاضي او مشغول صلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بص يا باشا هنا من الاخلاص بقول فاضي او مشغول ب 210. دي ب 210 ملحفه. بص احنا هنعمل الواجب ده. دي ملحفه ولا كم سعودي؟ لا كم سعودي. نص كم سعودي ملحفه بس. نص ملحفه 350 كيلو. اوريكي معايا يا باشا. بصي دي قلنا بكام دي؟ بكام دي كلها يا محمود؟ ب 210. دي ب 210. عرضها جمله بكام؟ لا بصوا انا هوريكم بس كده معانا بكام جمله يا باشا. بصوا بكام؟ بكام يا باشا؟ ب 230. ب 230 عشان المنوعات. ادينا وشها. بصوا الجمال ده. دي هتبقى ب 210 تلبيس بيك سايز 210. حلوه قوي دي. حاجه زي كده ب 220 جنيه شغاله زي العيد. بصوا حاجه زي كده هتبقى ب 220 جنيه. دخلنا على الحرير واللوكسيات بقى معانا 220. الشغل اللي هو ايه؟ شغل الرايق. بصوا الجمال ده. بصوا الشياكه دي ب 250 بقت ب 240 جنيه. 240 بدل 350 جنيه. ب 240 جنيه. محمود عامل لكم عروض جامده النهارده. جميع رسوماتها وجميع الوانها يعني ده اللون منها. اه التطريز بيختلف. تمام. الكلام يا باشا في حاجه زي كده. في الحاجه اللي زي كده بكام دي برضو؟ ب 240. كل ده ب 240 لحد 5 اكس الحاجات دي. بس الحق الكميه محدود. تاريخ الفيديو ان الحق. تمام. ليه؟ بحيث ايه؟ ان الزوم ما يجيش يقول لك ايه؟ ان مفيش مصدر. العرض خلص او كده. تمام. بص كده. بصوا حاجه زي كده شداد ده دي تحفه دي. 50 جنيه عملنا عليها عرض. عايز اقول لكم حلو قوي. النهارده ب 210. دي هتبقى ب 210 شياكه والله العظيم تحفه. جميع مقاساتها. شداد بقى لحد كام اكس؟ ده اصغر مقاس. ده اصغر مقاس. لحد 5 اكس ب 200 وكام؟ 210. 210 تمام. الالوان بقى الحرير الالوان يا جماعه. 50 جنيه بقت ب 195 جنيه. 195 جنيه حرير الوان تحفه. كل الوانها موجوده ولحد 5 اكس. تمام باكد عليك المقاس برضو. 350 جنيه بقت ب 170 جنيه. دي ب 170 جنيه. لحد 4 اكس ب 170 جنيه تحفه. حلو قوي قوي. عايز اقول لك تحفه. واللون الروز جولد ده بيختلف. الحرير اللون ده معلم. اه بيختلف. التقليم الفضي والذهبي ولون. تمام يعني روز جولد والسيلفر والجولد. تمام. دي شغل ايه بقى؟ شغل عبايات يعني حوامل وكده. تمام. تمام. البيك سايز الحوامل. ايه ده الجمال ده؟ بكام دي؟ ب 240 جنيه. دي هتبقى ب 240 جنيه بيك سايز يا جماعه. ده جاكار. محدودة. جاكار في حرير. كميه محدوده من الموديل ده. تمام. بالذات كميه محدوده. 240 جنيه بيك سايز. بص بقى دي الشماعه من قدام عامله ايه الجمال ده؟ لا عشان معاها 370 يا جماعه. 250 جنيه بس. دي هتبقى ب 250 جنيه بدل 370 جنيه. بس عايز اقول لك تحفه. تطريز حلو قوي. النبي الخاص بيقول صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل ده ب 250 جنيه. تمام. كميه محدوده. حرير يا جماعه في زكار وحرير مطرز حاجات شياكه. عشان عيد الام كده كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير وصحه وسلامه والمقاسات معانا كلها تلبس كبيره. 210. اي عبايه من دول هتبقى ب 210 يا جماعه. 210 عبايتين. حلو قوي. 210 تمام. مقاسات معانا 4 و5 اكس ومعانا حاجات لحد 10 اكس. السلطان بقى وصنعنا احنا بقى. السلطان. اه. قال لك احنا بنغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. بصوا الجمال دي ملحفه تحفه. بص كده يا باشا. ده الظهر وده الوش بتاعها. لا وحرير تحفه. بالصلاه على النبي. انا ممكن اعرض لك برضك ايه كميه. وعامله كام دي طيب؟ دي يا باشا بدل 450 ب 250 جنيه بس. 250. خد يا باشا. ايه الجمال ده؟ لا استنى لنا يا محمود. ايه الشياكه دي؟ تعالى اما افرد قصادك طيب. آه. بصوا الملحفه دي عامله كام الشياكه دي؟ ب 270 جنيه. الملحفه القمر دي هتبقى ب 270 جنيه. حلو قوي. زي كده هيعمل معاك وحش بره هيديلك ب 450 جنيه. تمام. عمل فيلو كوبر هيديلك بكام؟ ب 350 جنيه. عندنا ب 250 جنيه. الملحفه القمر دي ب 250 جنيه. ايه ده؟ ده تطريز على
على الشيفون وعلى الظهر وعلى الظهر كمان. والجمال ده ب 250 جنيه. حلو قوي قوي. بص بقى دي كل دي ملاحف. لا سيمبل قوي دي. هدي قرب لنا يا محمود كده افرد معانا. بص الجمال ده جنيه. الملحفه السيمبل القمر دي ب 175 جنيه. طب والله تحفه ما فيهاش حاجه، يا دوبك تطريز حاجات خفيفه كده. اللولي اللي فيها والبرون. لا الناس اللي بتحب الحاجات الرايقه لها دي جيفه دي حلوه قوي. تمام كده بقى ست الكل. بصوا اه دي ملحفه برضو بس الخامه نفسها ملسعه كرهات يعني حاجه شيكه. بصوا اقرب لكم. حلوه قوي. جميع رسوماتها موجوده. ودي عامله كام الملحفه القمر دي؟ جميع رسوماتها موجوده. وعامله كام دي؟ ب 200 جنيه. الملحفه القمر دي هتبقى ب 200 جنيه. تمام. كل رسوماتها موجوده 200. واشكالها موجوده ب 185 جنيه. الكم السعودي ب 185 جنيه. حلوه قوي قوي. هي لون واحد التقليمه دي. التقليمه لون واحد. لحد 4 اكس. 85 جنيه. تمام. كميه محدوده. تمام كميه محدوده. يعني انا قلنا 17 19 شارع الشوازليه ده في العتبه بجوار مول القدس. انا العمارة اللي جنب مول القدس على طول. تمام. الدور الاول على ايدك اليمين هتلاقي الحاج رمضان اللي هو والدها كده يجي ايه؟ تمام. بنتي في اول الفيديو. كده كده يا جماعه العنوان بالتفصيل من اول شارع الجيش لحد ما توصلوا المكتب هنا هتلاقوه متصور في اخر الفيديو. مالكوش دعوه حد بيه. تمام. عشان ده في مصر الطريق وعمال الكلام. تمام. بص يا باشا. بصوا الجمال ده برضو ده جاكار في حرير برضو يا جماعه. ايه الشياكه دي يا محمود؟ انا عايز اقول لك الكم تحفه. دي لحد 5 اكس عامله كام؟ جميع الوانها موجوده برضو كده. لحد 5 اكس بكام؟ جميع الوانها موجوده. بصوا الوانها تحفه. تمام الكلام؟ بكام دي طيب؟ بكام يا باشا؟ ب 230 بدل 460. دي هتبقى ب 230 جنيه. بدل 460. بدل 460. تمام. في حاجه زي كده. دي عامله 200 جنيه. دي هتبقى ب 200 جنيه. انا عايز اقول لك تنفع مناسبات وتنفع خروج. بس تحفه يا محمود. دي ب 200 جنيه. طب والله حلو قوي. وتنفع مناسبات معانا واخده جوبير. حلو قوي قوي بجد. وجهه القمر دي هتبقى ب 200 جنيه بس يا جماعه. تمام. تحت الشيفون مبطن عشان الناس اللي بتسال على الخيمه. دي المفاجاه والناس اللي كانت بتسال عليها. وصل الثاني هام 460 جنيه عملناها. ايه الجمال ده يا محمود؟ بص كده عايز اقول لك قمر والله العظيم. دي ب 230 جنيه. مقاسات ولا مقاس واحد؟ لا وان سايز. وان سايز 4 اكس. فاضي او مشغول 4 اكس؟ رسول 4 اكس ب 200 وكام؟ 230. هو الحزام اللي لاممها يا محمود. يا باشا. الحزام اللي لاممها عشان ما حدش يفتكر ايه؟ ان المقاس صغير بس معانا. يا باشا بص صل على النبي. احنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بصوا يا جماعه مقاسها اقول لكم يلبس كام كيلو دلوقتي. لا ده تلبس ما شاء الله. حلو قوي قوي. دي قلنا هتبقى بكام يا محمود؟ 230 جنيه. 230 جنيه تحفه. هي لون واحد بس. يا باشا. تمام بس حلو قوي ب 230. تمام. تمام. 230 جنيه تلحق يا ما تلحق. بصوا القمر ده ب 230 تحت بلسيه يا جماعه وكلها بلسيه. كلها بلسيه 230. احنا كعودين الزبون بتاعنا ان كل يوم جديد واخد بالك. كل يوم هتلاقوا جديد هنا. مكتب الاخلاص بالفاضي او مشغول صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 230 جنيه كل الشياكه دي. تمام. اللون اللي فوق بيتغير ولا هو لون واحد؟ في منه فضي وذهبي. فضي وذهبي. تمام. بص هنعمل عليها عرض النهارده نازل 350 جنيه. كب 350 جنيه. تمام هنعمل عليها عرض ب 250 جنيه وكميه محدوده. دي هتبقى ب 250 جنيه بدل 350 جنيه لحد 4 اكس يا محمود برضه. كل ده تمام. 250 كل ده ب 250 جنيه. التطريز لونه بيختلف برضو يا محمود. ثابت؟ ذهبي بس. ذهبي بس تمام. بص بقى الحلويات والشياكه. بصوا الجمال ده 80 جنيه بقت ب 210. دي هتبقى ب 210 بس بدل 230. دي حرير يا جماعه ومقاساتنا لحد 4 فضي وذهبي. تمام. ومن تحت واخده جوبير عريض برضو. تمام. تسلم ايدك. حلو قوي. ب 230 جنيه دبل كالوش. دبل كالوش كل ده. بصوا كل ده ب 230 جنيه حرير يا جماعه مقاساتنا لحد 4 اكس. تمام. اللوده اللي عندك يا ثانيه بس ماشي. بصوا معانا حاجه زي كده. دي هتبقى ب 220 جنيه. دي قطعتين يا محمود. قطعتين ب 220 جنيه بيك سايز. انا عايز اقول لك دي هدايا العيد الام رهيبه والله العظيم تحفه. المقاسات الخاصه بس اهم حاجه. حلو قوي. المقاسات الخاصه لان المقاسات الخاصه نادرا في المكاتب. تمام. قليل بتلاقي يعني الجمال ده كله امهاتي عامله 220 جنيه. تمام. حلو قوي دي. بص بحيث لو الزبون مثلا هيجي واخد بالك اللي مش هيلاقي بقى يقف معاه كده هو بيقف ويسال على نفسه بالسعر. تمام. بتلاقي اللي انتوا عايزينه والاسعار على الشماعات. واحنا على فكره ما بنبيعش قطاعي بس بنبيع قطاعي عشان خاطر يوميات مكه. الله يخليك يا محمود. الله يخليك. بص الكل اديك بس برضه خبره عن الجماردين. الجماردين الجماردين كله غلي بقى ب 450 جنيه و380 جنيه في اي مكتب خلق ربنا. تمام. جماردين خامه محترمه عندي.
هديكي 18 موديل، 18 موديل على التليجرام ب 285 جنيه ب 285 عيد الام. ومناسبه عيد الام المقاسات لحد كام؟ لغايه 8 اكس. لحد 8 اكس ب 285 جنيه 10 موديلات جبردي كل جنش، كل 285 جنيه 285 13 14 15 18 موديل ب 285 18 موديل جبردين ب 285 يا جماعه لحد مقاسات البيك سايز. تمام معانا هنا برضو قسم تاني للعبايات. ايه الشياكه دي يا محمود؟ كام ده يا محمود؟ كانت ب 450 كانت ودلوقتي ب 250 دي هتبقى ب 250 جنيه. انا عايز اقول لهم حرير ملسع من فوق والكم واخد ادوار شكلها الشياكه دي هتبقى ب 250 جنيه كم ادوار. تمام ادوار ستان كمان وستان ملسع تحفه. تمام بصوا حاجه زي كده برضو كلها بليسيه يا محمود دي تحفه حلوه قوي دي. دي ب 245 جنيه دي هتبقى ب 245 جنيه ابيض ولون الذهبي الذهبي ابيض وذهبي. تمام بص استكل بقى حلويات. انا عايز اقول لك من احلى العبايات اللي ممكن تاخد او ملاحف التطريزه اللي زي دي حلويات. بصوا حاجه الشياكه والله العظيم تحفه. عامله كام دي؟ ب 250 جنيه. بص اقول لك تحفه الشياكه دي هتبقى ب 250 جنيه. المقاسات لحد كام؟ مقاسات لغايه 4 اكس. لحد 4 اكس عامله 250 جنيه. 250 التطريز بتاع 4 اكس السلطان يا جماعه. تمام 250. تمام بص بقى هنعمل الحته دي عرض. دي هتعمل عليها عرض؟ كانت ب 250 جنيه هنعمل عليها عرض 190 جنيه. دي هتبقى ب 190 جنيه بدل 250 جنيه. 190 وكل المقاسات الاربعه برضو يا محمود زي ما احنا. تمام قول يا باشا ب 200 جنيه. بصوا العبايه الشياكه دي هتبقى ب 200 جنيه بس. 200 جنيه. حلو قوي دي شيفون مبطن. الشكل واخد بالك من الكلام شغل كتير. تمام انا عايز اقول لهم احنا ما بنعرض لهمش 5% من الشغل الموجود هنا. وبعدين انا الفيديو عن الفيديو انا ما بعرضش شغل انا عرضه قبل كده. تمام. كل مره دي بتشوفي بعرض شغل. بنلاقي شغل جديد كل ما بنيجي ما شاء الله اللهم بارك بنلاقي شغل جديد. بص كل المرحفه دي تحفه دي تحف. ايه الجمال ده؟ 50 جنيه. لا قرب لنا يا محمود المفرد ده قدامك بصوا كده دي جاكارتا حرير ودي هتبقى ب 250 جنيه يا بلاش. حلو قوي. ودي مقاسات انا شايفه ده 3 اكس في منها مقاسات ولا ايه؟ 4 و5 لحد 5. تمام ودي برده ال 4 اكس عامله كام؟ 210 حرير لحد 4 اكس. تمام لا اصل دلوقتي محمود بقى الناس تسمع ارقام خرافيه في العبايات. يعني في عبايات تلاقيها ب 700 و 800 و 600 عبايات يا باشا دي عامله 160 جنيه دي هتبقى ب 160 فالاسعار دي بالنسبه للخامه تحفه. يا جدع ببيع برضك بالسعر القديم. تمام ودي قلنا هتبقى بكام؟ ب 160 جنيه. 160 جنيه عبايات ب 160 جنيه بلاش والله حلو قوي. تمام حاجه زي كده بالصلاه على النبي ب 185 جنيه دي هتبقى ب 185 جنيه. كم السعودي كم سعودي وعامله 185 جنيه سوسته لحد تحت كمان يعني تلبسي بنطلون دي بتاعتي سوسته براحتك. تمام ممكن تبقى باللورو عادي وتفتحيها. 155 جنيه دي هتبقى ب 155 جنيه لحد 4 اكس برضه. بصوا المقاسات يا جماعه 155 جنيه بلاش بجد جنيه. والله تحفه. تمام ب 200 جنيه حاجه زي كده برضه هتبقى ب 200 جنيه. الاسعار النهارده هاديه وحلوه يا محمود. اسعار النهارده حلوه جدا. لا محمود اللي تعبان بس قول له الف سلامه في التعليقات بقى. حاجه زي كده قلنا ب 100 وكام؟ ب 200 جنيه. ب 200 جنيه تمام بالوانها لحد 4 اكس. تمام السعر اللي مش هتسمعوه برضه كويس على الفيديو هحط لكم برضه عند التليجرام. تمام هحط لك اللينك بتاعي في اول تعليق واخد ان شاء الله. وليه في لينك قناه يوتيوب كمان يا جماعه هسيب لكم لينك قناه اليوتيوب في اول تعليق برضه. كل يوم بننزل فيديو. تمام تابعونا لاخر الفيديو ما تنسوش لايك كتير للفيديو ده. جينا نكمل معاكم هنا اي حاجه. تمام شغل الامهات كله كل الامهات اللي انا ما عرضتهوش. تمام تمام ده احنا اللي عرضنا الشغل ب 135 وب 175 ده يعني حاجه من الشغل نبذه بسيطه كده من الشغل الموجود. تمام تابعوني على القناه بتاعتي انزلكم الشغل ده كله كده. كل الشغل ده هينزل يا جماعه كل يوم بينزل فيديو محمود بعروض جديده واسعار جديده على قناه اليوتيوب عنده. هسيب لكم لينك قناه اليوتيوب في اول تعليق ان شاء الله. بص يا ست الكل دي كانت عامله 250 جنيه. مصنع ايه؟ مصنع ايه؟ الروضه. الروضه يا جماعه الروضه كام اكس؟ موجود هنا دي 5 اكس. 5 اكس صح كده؟ دي كانت ب 250 جنيه ودلوقتي عملنا عليها عرض ب 170 جنيه غير ام 100 غير ام 100. تمام بص يا باشا بتختلف المصنع والخامه كمان. بص يا باشا دي هتبقى ب 170 ب 170 جنيه بدل 250 جنيه دي ب 170 لحد 5 اكس. منها 50 حته اللي يلحق يلحق واللي ما يلحقش هيبقى من فوق برضه. تمام حلو قوي برضك الشغل عشان ما حدش بس يختلط على الامر يقول انت عرضت دي في الفيديو بكذا فتبقوا عارفين بس ان بتبقى مصانع. معاك الفيديو بتاعك ودي برضك ايه؟ تمام الشغل اللي جاي على الفيديو. تمام 185 جنيه. بصوا القمر دي هتبقى ب 185 دي ملحفه ولا نص ملحفه؟ دي سعودي. طب ادينا افرد لنا كده يا محمود الايدي الثانيه.
بصوا دي قلنا هتبقى ب 100 وكام؟ ب 185 جنيه. 185 جنيه الشغل كم وكم يعني حلو قوي. تمام بص يا ست الكل 165 ترجع لنا سنه لورا يا محمود. ايوه كده تمام. دي هتبقى ب 165 جنيه. 165 جنيه والله تحفه. حاجه زي كده ده 5 اكس يا جماعه ومقاسات كبيره حلوه قوي. حاجه زي كده عامله 260 جنيه. بصوا حاجه زي كده ايه الجمال ده يا محمود. دي هتبقى ب 260 جنيه تحفه والله تحفه. تمام يا باشا. تمام بيقول لك ايه بقى فاضي او مشغول؟ صلي على الرسول. صلي على الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. ايه الجمال ده؟ 280 جنيه بدل 450. 280 ايه الجمال ده؟ تمام. انا عايز اقول لك الخامه رهيبه حلوه جدا. 280 جنيه. 280 يلا معايا المفاجاه بقى. تمام مستنيين. ايه الجمال ده يا محمود؟ دي ام 450 جنيه. شياكه قوي. عملتها ب 265 جنيه. دي هتبقى ب 265 جنيه بالشنطه. 265 مقاسات ايه يا محمود؟ باشا قول لنا في مقاسات كبيره. لحد 4 اكس. طب والله تحفه. حلو قوي قوي. لا وفي الاسود في اسود. الاسود في اسود. كل ده يا جماعه ب 265. اللون ده قال لك اللي متغاظ مننا يعمل زينا. ثبت لنا بقى على اللون ده وارجع لنا لورا. بصوا الجمال ده لحد 4 اكس ب 265 جنيه. اللي متغاظ النهارده اللي متغاظ مننا يعمل زينا. بصوا محمود تعبان يا جماعه عذروه جاي معاه الشنطه الجلد دي. جنيه. والكم كمان جلد تحفه جديده قوي. يمكن اول مره اصورها. ب 265 كل ده ب 265 جنيه يا جماعه. بالوانها تحفه قوي. في بقى حاجه زي كده دي امهات لغايه 10 اكس. دي امهاتي لحد 10 اكس لوكس. اغلى حته عندي في المكتب. عايز اقول لك لوكس. اغلى حته عندي في المكتب ب 330 جنيه. يعني اغلى حاجه في المكتب هنا ب 330. طول عريض. احنا دخلنا اوضه اثنين بس. تمام ما شاء الله لسه في اوضتين ثلاثه جوه. ما تقولش عليكم انا. تمام ب 330 جنيه. 330 جنيه اغلى قطعه في المكتب. 330 جنيه وهتلاقي منها موديل او موديلين. ورينا كده بس الخامه تحفه. لا والتطريز رهيب. تمام يعني حاجه محترمه. تمام بص يا ست الكل ب 150 جنيه. بصوا العبايه القمر دي هتبقى ب 150 جنيه لحد 4 اكس. ايه؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. بدانا من 75 انتهي 330. 330 اغلى حاجه. اغلى حاجه عندي. تمام اغلى حاجه 330. ب 185 جنيه. لا والله ده تحفه ده. 100 ده كده درسات. دي درسات يا جماعه. ده الصيفي بقى كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. 100 كام؟ ده الصيفي 185. 185 والمقاسات يا محمود؟ يا باشا مقاسات كبيره. لحد كام؟ لحد 4 اكس. 185 لحد 4 اكس يا جماعه. تمام موديلين مختلفين. بالصلاه على النبي. كل موديل مختلف عن التاني. بص يا باشا حاجه زي كده كانت ب 450 جنيه بقت ب 210. دي هتبقى ب 210 بدل 450. بص كل ده تحفه. تسلم ايدك. 210 تعبتك معايا يا محمود. الله يبارك لك يا ست الكل. اخر حاجه يا باشا ايه؟ اخر قطعه معانا. بقى مصنع السلطان مصنعي. السلطان كده عامله 250 هنكسر سعرها من اوعات مكه النهارده ب 220 جنيه. جيب 220 بدل 250. خلاها خراب والاخلاص بيقول صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعبتك يا محمود معايا وشكرا. احنا النهارده فين؟ عند مكتب الاخلاص العنوان بالتفصيل. هينزل لكم الصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ولينك قناه اليوتيوب الخاصه برضو بمكتب الاخلاص بينزل عليها شغل على طول في اول تعليق مثبت. ما تنسوش بقى لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى لعنوان يا حبايب قلبي. احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في شارع الجيش. هتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا شارع الجيش. شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتمشوا مسافه صغيره ما فيش 30 40 متر هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش. الشارع اللي جنبه ده على طول اسمه دخله الشوازليه. الدخله دي كمان بتوصلكم على مول القدس وهوصلكم لحد مكتب محمود بالتفصيل. هنفضل ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده. الشارع ده هتلاقوا بقى ملابس بيتي على اطفال على مفروشات كل حاجه هتشوفوها معانا. هنفضل مكملين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا محل المفروشات ده كده. هنكمل بعده كمان وهيقابلكم كمان قمر على شمالكم. عملنا منه كذا جوله حلوه جدا للكاجوال واسعاره حلوه. هنفضل ماشيين لحد العماره اللي في الوش دي وندخل من الممر اليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. ممر اليمين ده على اوله ده مكتب كل يوم جديد بتاع الكاجوال. انا بديكم علامات مميزه. هنطلع كده من الممر ده. الممر ده فيه الحاج صلاح درغام عملنا منه جولات حلوه برده. هنفضل مكملين بعد الممر على طول لا نحو الشمال ولا يمين. هنعدي كمان كده زي ما انتم شايفين على اسيا كيدز. اسيا كيدز اللي على شمالنا ده قدامكم الاطفال ده عملنا منه فيديو حلو قوي ولبس حلو جدا. هنلاقي بعد مول القدس. هنكمل بعد مول القدس البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه وهنكمل بعدها على طول مش هنحود. بعد مول القدس على طول عماره العوامري هتلاقوا مكتوب ممر تجاري. هندخل في الممر ده زي ما انتم شايفين كده. انا بوصلكم لحد المكان بالتفصيل. هندخل في الممر ده وملناش دعوه باي مكاتب خالص. هنلاقي المكتب بتاع الاخلاص. بصوا حماصه واقف على الباب ده المحل تحت. بصوا زي ما انتم شايفين كده هتيجوا للحج هيطلعكوا كمان لحد فوق. حابين تطلعوا كمان لمحمود ده المكتب المحل تحت وهطلعكوا كمان المكتب لحد فوق. هنطلع السلم ده لحد الدور الثالث زي ما انتم شايفين. هنكمل معاكم كده
لحد ما اوصلكم فوق لحد المكتب. بصوا هيقابلنا برضو محلات تانية كده في الطريق واحنا ماشيين، ده اول دور طلعناه، وهنكمل كمان تاني دور، ده بيبقى فيه المسجد زي ما انتم شايفين. هنكمل بعد المسجد على طول، ده العرض بتاعهم على فكرة. هنكمل هنا بقى بعد العرض، هتلاقوا محمود واقف على ايدكم الشمال على طول عشان في مكتب تاني يمين. احنا هنخش مكتب الاخلاص اللي على ايدنا الشمال ده، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخدوا منه العروض الموجوده في الفيديو بنفس الاسعار. هسيب لكم كمان لينك القناه بتاع اليوتيوب بينزل عليها شغل على طول جديد، هسيبه لكم في اول تعليق ان شاء الله، وهسيب لكم رقم للاستفسار او التواصل او تسالوا على اي حاجه، هيفضل معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.